جمعتنا عمان هذه الأرض الطيبة في كنيسة القديس الحارس زعيم نجران ابن هذه الديار. الغيور الذي ختم حياته بشهادة ليسوع المسيح ربا وإلها ومخلصا، مؤكدا وجود المسيحية منذ الأيام الأولى في القبائل العربية وليس فقط وراء الأسوار. هذا ما قاله غبطة البطريرك يوحنا العاشر لأبناء رعية مسقط في سلطنة عمان خاصة، ولأبناء أبرشية بغداد والكويت وتوابعهما عامة. أما الشعب المؤمن فرد بكلمات رجائية مؤكدا أن زيارة البطريرك يوحنا العاشر الرعائية التاريخية هي بداية لمسيرة روحية قوامها الثبات، الإيمان والأصالة، ليكون هذا الشعب منارة تشبه إنارة قنديل الزيت، دلالة أننا أبناء النور وأبناء نصاعة القيامة التي نحيا دوما. اليوم كان عنصرة وفصح وعرس بكل معنى الكلمة، ليتورجي وكنسي. العنصرة بتتجلى باجتماع الأبرشية كلها من رعاية من العراق، من الكويت ومن عمان مجتمعين، وأيضا من ناحية السادة المطارنة أعضاء مجمع المقدس من لبنان وسوريا ومن الإمارات اجتمعوا كمان اليوم برئاسة صاحب الغبطة البطريرك يوحنا العاشر، اللي مثل ما شفتوا اليوم كان هالتدشين هالعرس الليتورجي المهم، اللي هو الأول بسلطنة عمان ككنيسة أولى لأنطاكيا بسلطنة عمان بمسقط على اسم القديس الحارس بن كعب. هالاسم القديس هو القديس اللي عاش بهي المنطقة، ولهالأبناء الرعية اللي كانوا ما عندهم بيت واليوم صار عندهم بيت، صار عندهم بيت يجتمعوا فيه، يصلوا فيه، مجدوا الله فيه، حتى دائما يضل ذكر الرب موجود بحياتهم، وتكون الكنيسة اللي هي عيلة، اللي هي أم جامعة أبنائها بضمن هالكنيسة اللي دشناها اليوم. اليوم خلصنا من الحجر ونبتدي نجمع البشر، أو نجمع النفوس حتى هالكنيسة تنتلى بالمؤمنين وتكون خلاص وسفينة بهالبلد، وسفينة بتشفتوا هالمنطقة كلها بحر لميناء الخلاص الرب يسوع المسيح الملكوت. كانت فرحة كبيرة غمرتنا بها مسقط وكنيسة مسقط وشعب مسقط، عرفنا هذا الطيبة الموجودة في هذا الشعب وفي هاي الدولة. الحمد لله والشكر. هاليوم كانت فرحة بحضور غبطة البطريرك يوحنا العاشر وافتتاحها للكنيسة وتكريسها، وإن شاء الله دائما يكونون آباء جيدين لها الرعية. نتمنى الخير للجميع، نتمنى السلام يسود هذا العالم حتى نعيش جميع الناس يعيشون بفرح. الحقيقة نحن بحالة من الغبطة من الفرح بولادة كنيسة جديدة بمسقط. أكيد شاكرين القيادة في السلطنة على منحنا الأرض ودعمنا لبناء هيدي الكنيسة، وإن شاء الله تكون بداية لأيضا ميلاد كنائس جديدة بهيدي الأبرشية وبكل كرسينا الأنطاكي وعالم الأرثوذكسي. الحقيقة نحن يعني قد الواحد ما حكى ما فينه يعبر عن الفرحة والغبطة الموجودة بداخله، ولكن دائما ما فينا غير نرفع ايدينا ونشكر ربنا على هالنعم اللي عم يسبغها علينا وعلى هالفرص اللي عم نعطينا اياها لحتى يتمجد اسم ربنا دائما. وشكرا كثير لكم اللي غطيتوا هذا الحدث وتابعتونا. المركز الاعلامي وقدر وصل لكل ابنائنا سواء في الكويت او بغداد او بانطاكيا. طبعا حلو انه يكون عندنا نمو لكنيسه جديده، وخصوصا بمناطق المنطقه العربيه وبسلطنه عمان يكون عندنا كنيسه حلوه وكبيره بهالشكل. فنحن كلنا تشجعنا من رعيه الكويت واجا عدد كبير، فكانوا كلهم مبسوطين، الكبار والصغار طبعا، والكشافه اجت معنا. الكشافه كان لهم وقع كتير كتير حلو، عطى صدى حلو، استقبال حلو كمان لسيدنا البتراك. بنشكر وجوده معنا لانه هذا كتير بيعطينا دعم، هو وسياد يعني كل المطارن الموجودين. كان هذا الشيء مثل ما قلتي كتير حلو وكتير بيعطي دعم لكل الطوائف الموجودة بدولة الكويت وبالمناطق العربية كلها. فكان هذا الشيء كتير مهم ومميز لوجودنا نحن كمسيحيين موجودين إن كان من سوريا أو لبنان، وكل الرعاية الموجودين بهاي الأراضي العربية وخصوصا هون بمسقط والكويت. ففرحتنا ما بتنوصف أبدا. طبعا فرحتنا كتير كبيرة إنه جينا على مسقط بتدشين الكنيسة برعاية سيدنا البطرك صاحب الغبطة وسيدنا غطاس
الله يطولنا بعمرهم، حدث كتير كتير مهم بالنسبة لنا أنه يكونوا موجودين هون بهيك جو بهيك ناس محبين بهالبلد الطيب إن شاء الله. وبنتمنى دائما الخير والتوفيق للجميع، وإن شاء الله دائما منا لأعلى، وإن شاء الله الرعية بتزيد وبتكبر يوم عن يوم. أول شيء مرسي لدعوة سيدنا غطاس لمشاركتهم أبرشية بغداد والعراق والكويت بهالحدث العظيم على مستوى الكرسي الانطاكي. اللي زاد جمالية على هيدا الحدث هو حضور صاحب الغطة الكلية الوقار سيدنا يوحنا العاشر. حقيقة معه ومع الأساقفة من امبارح عشية لليوم تحولت منطقة مجمع الكنائس بمسقط إلى سماء يرنمون ويهللون للرب يسوع. بركة كبيرة على صعيد الكرسي الانطاكي، وهذا مش كل يوم بيتكرر. تعرفي قدي بيأكل شغل بناء كنيسة، وهذا مؤشر إلى عودة الأرثوذكسية إلى الخليج العربي، ونعيش حقيقة أمجاد وهللويا. شوفي قرب سيدنا يوحنا العاشر وحضوره بين العالم وتفاعله سواء بالكنيسة بالشرح، كأنه هو بالأخير مش غريب عليها العادة، أب لها الرعاية، رعاية الكويت ورعاية عمان ورعاية اللي موجودة هون عم تشارك. حسوا بقرب هذا الأب منهم، حسوا بفرح عظيم بأنه اليوم هني جزء من أنطاكيا، من الكرسي الأنطاكي. يعطيكم عافية لفريق الإعلام اللي موجود حد سيدنا، وبكرر نحن نعيش فرح بأنطاكيا بتكريس هالكنيسة، كنيسة حارس الأسقف نجران، أول كنيسة أرثوذكسية بدولة عمان. أنا مبسوط كتير لأنه صار عنا كنيسة، هنيك منتعلم ومنصلي ومنعمل نشاطات. We are happy because we have a church. أنا مبسوط كتير. ليش؟ صارنا عنا كنيسة. شو بتعمل بالكنيسة؟ شو بتحب تعمل؟ العب ولون، صلي وناولة. أنا مبسوطة كتير لأنه صار عندي كنيسة.